السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني في درس جديد من دروس اللغة العربية. عنوان درسنا لليوم أدوات الاستفهام. الهدف الذي سنحققه في هذا الدرس أن يميز المتعلم أدوات الاستفهام واستخدامات كل منهما. معايير النجاح: أولاً، أنا أستطيع أن أميز أدوات الاستفهام. ثانياً، أنا أستطيع أن أحدد أداة الاستفهام المناسبة للسؤال. ثالثاً، أنا أستطيع أن أنشئ أسئلة مستخدماً أدوات الاستفهام. رابعاً، أنا أستطيع أن أنشئ فقرة مستخدماً أدوات الاستفهام. جميعنا نستخدم أدوات الاستفهام في حياتنا اليومية، والآن سنتعرف على مفهوم أدوات الاستفهام. هي الأدوات التي تستخدم للاستفهام أو للسؤال عن أمر ما لم يكن معروفا من قبل، وتقع في أول الجملة. كل جملة تبدأ بأداة استفهام تنتهي بعلامة استفهام. هيا دعونا جميعا نشاهد كيف نرسم علامة الاستفهام. علامة الاستفهام باللغة العربية بعكس اتجاه علامة الاستفهام باللغة الإنجليزية، لذلك يجب علينا جميعا يا صغاري أن ننتبه إلى اتجاه رسم علامة الاستفهام. وهذه بعض أدوات الاستفهام التي سنتعرف عليها اليوم: من، ماذا، أين، هل، لماذا، كم، ومتى، وكيف. من نستخدمها للسؤال عن العاقل دائما: من الذي صمم علم الإمارات؟ ماذا نسأل بها عن غير العاقل؟ ماذا يفعل الولد؟ يقرأ القصة. إذن ماذا نسأل بها عن غير العاقل أو عن الأشياء؟ أين نسأل بها عن المكان؟ أين يقع برج خليفة؟ هيا يا صغاري، من سيعطيني مثال أو سؤال على أداة الاستفهام أين؟ أحسنتم، رائعين. متى نسأل بها عن الزمان؟ متى تذهب إلى المدرسة؟ إذن أداة الاستفهام متى نسأل بها عن الزمان أو الوقت. كم نسأل بها عن العدد؟ كم عدد طلاب صفك؟ كيف نسأل بها عن الحال؟ كيف حالك؟ أنا بخير الحمد لله. إذن كيف نسأل بها عن الحال أو الطريقة؟ مثلا كيف تذهب إلى المدرسة؟ لماذا نسأل بها عن السبب؟ لماذا نشرب الحليب؟ هل يسأل بها عن مضمون الجملة؟ يجاب عنها بنعم في حالة الإثبات أو لا في حالة النفي. هل تحب الموز؟ نعم، إنه لذيذ. هيا ننتقل لحل التدريبات. أختار أداة الاستفهام المناسبة للأسئلة التالية: مرة يصلي المسلم. ما هي أداة الاستفهام التي أستخدمها للسؤال عن العدد؟ هي كم، متى، ماذا. كم مرة يصلي المسلم؟ نعم، إجابة صحيحة. وهكذا نكمل جميع التدريبات. أوظف أداة الاستفهام في جملة مفيدة. لماذا أستخدمها للسؤال عن السبب؟ لماذا نقرأ القرآن؟ ولا ننسى يا أحبائي الصغار في نهاية كل سؤال أن نرسم علامة الاستفهام.
هيا يا مبدعين ننتقل لحل التدريبات المرفقة عبر الكلاس دوجو. أعلم أنكم جميعا مجتهدين وستقومون بحل الواجب وإرساله للمعلمة. ولا ننسى أن نتذكر صفات المتعلم الجيد. إلى هنا انتهت حصة اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء.